ما انا لا جعان قوي. طيب ما تطبخ. لا لا لا، انا زهقت من الطبخ، انا عايز اجيب دليفري. طب ما تيجي نعمل هنا فول وطعميه. لا لا لا، انا زهقت من الفول والطعميه وزهقت من العيشه هنا. طيب نعمل كشري. لا كشري مش عايز كشري، انا عايز اكل سي فود. ايه سي ايه؟ سي فود. سي ايه؟ معلش بقى، انا سي فود. الو، اسماك بيض الاخطبوط؟ لو سمحت عايز اعمل اوردر. اه على نفسي تعمل اللي عندك. عايز كيلو جمبري مشوي. ليه كيلو جمبري؟ هو تم وكيلو مقلي. يا انا مش هاكل معاك، انا هاكل انت لوحدك، انا مش هاكل معاك. اه وعايز شوربه سي فود. اه كتير كده كتير. اه عايز نص بربوني. ايه القرف ده؟ بقول لك بربوني مش بربوري. ايوه لا مش حضرتك، انا بكلم. ما فيش. اه رز بقى وسلطه وغير نفسك. حرام عليك، ربنا هيحاسبك على اللي انت بتعمله ده. ربنا هيحاسبك على كل حاجه بتعملها. وهات لي نص سهليه. ايه كل ده؟ ربنا هيحاسبك على التبذير ده كل اللي انت بتعمله. حرام عليك. بس بقى مش حضرتك، بكلم مراتي. ماشي، وهات لي بقى الرز بالجمبري. اه وسلطات. اه وبتنجان مع السلطات. بكام بقى؟ وقول لي الحساب. 925 بس. انا هكمل لسه، ما خلصتش الاوردر على فكره. ايه التبذير ده؟ ايه ده؟ احنا هنا ناكل فول وطعميه. في الفريزر عندي العجينه. خلاص الاوردر جاي في الطريق، قدامه ساعتين وبقى. افترى انا هيحاسبك. قادر ارجعك لغايه ما تخش جوه الظرف. لا يا رب تموتي مقهوره.